قرار منتخب بطولة آسيا، ونحن لا زلنا يعني عاقدين الأمل على أننا متأهلين، لكن خصوصا بالنسبة لنا وحتى تابعنا مع المنتخب الإندونيسي وحللنا مبارياته استطعنا تعمل العودة لتفاتيح اللعب، خصوصا أهم مفتاح معهم هو عندها بشرى لاعب طالب الفريق، سيطرنا على المباراة، حكمنا برتم اللعب، خلقنا فرص للاكسترات، ضغطنا على المنتخب الاندونيسي ما خلينا يتنفس، يلعب الكرة بأريحية، لكن للأسف لا زلنا أمام مشكلة كبيرة وهي ضياع الفرص. Hari ini kita kira-kira untuk persiapan nanti dengan sisa 3 bulan ini menuju ke Cina 2025 nanti, apa persiapan coach seperti apa nantinya? Terima kasih coach. Amin. Thank you teman-teman. Thank you.